للأسف الشديد أيضا تكشف هذا الصباح مسألة أعتقد أنها غاية الخطورة. يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي قد يئس فعلا من دفع السكان في قطاع غزة للنزوح أو للهجرة باتجاه مصر، لأن الناس ترفض التحرك وترفض التوجه، لأنه أحدث على مدار الثلاثة أيام الماضية فتحات ربما أو ضرب النقاط الأمنية من الجانب الفلسطيني، مما كان يعتقد أنه يمكن أن يدفع بالسكان للخروج باتجاه رفح المصرية، وهو الأمر الذي لم يحدث، ولم يندفع السكان باتجاه مصر، الأمر الذي دفعه لتكثيف ضرباته خلال اليومين الماضيين على النقاط الأمنية. ويدعو تحرنوت، الصحيفة الإسرائيلية كشفت عن هذا المخطط اليوم وتحدثت بشكل كبير عن هجمات إسرائيلية واسعة على الحدود المصرية الفلسطينية. طيب يعني أستاذ رامي، إحنا بالتأكيد عندنا يقين أنه أهالينا الفلسطينيين لن ينزحوا بعيدا عن أراضيهم، فالشعب اللي يعني احتفظ بمفتاح العودة لا يمكن هيترك شبر من أراضيه.